يعني والله يا أخوان، أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً، تلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود يعني جمل فتي، لحمه طري جداً، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين خمس أشخاص بيأكلوا واحد من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا، في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر. إنسان يأكل من الحاوية، فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلينا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما تنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب يزوج أولاده، كل ولد ببيت يكون ميسور، يزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعى له بهالشيء. فأنت لما تحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو. هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يعني وزع الأموال على أهل الحي، على أقرباء الفقراء، على من حوله من الفقراء، دعوا له، كانوا فرحانين، دخل البسمة على البيوت. حينما يرى أثر إنفاق المال يحس بسعادة كبيرة. هي تزكيهم، أنت مهم، أنت بمالك أدخلت الفرحة لمئة بيت، رسمت بسمة على أفواه الصغار. والله أذكر قصة يعني وقعت في الشام، بيت فيه كآبة كبيرة، دخل الأب قليل جداً، عنده 7 أولاد، يبدو تلقى زكاة ماله، هو الأب على العيد جاب حلويات، جاب فواكه، اشترى لأولاده ألبسة من زكاة مال الغني، جابه الغني. هذا البيت صار فيه مثل عرس بالعيد، الأولاد لبسوا جديد، أكلوا أكل طيب، أكلوا حلويات. فأنت ما بتعرف قيمة الزكاة إلا إذا أعطيت فقيراً زكاة مالك، ورأيت هذا البيت بيت الفقير صار فيه عيد صار فيه. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم.
في بهذه الآية ملامح دقيقة جدا. أولا خذ خطاب للنبي، لا على أنه نبي الله، على أنه ولي أمر المسلمين. الزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأن الزكاة تتعلق بها سلامة الأمة. يعني بحساب بسيط، بلد والقصة قديمة كثير من شيء 20 سنة، كان سوريا 3.5 مليون، 3.5 اليوم 23. الدخل القومي لسوريا الزكاة تبعه بتساوي 48 مليار، لا يمكن تخلي فقير. حساب دقيق، الدخل القومي لسوريا قبل 25 سنة كنا 3.5 مليون، بيساوي زكاتهم 48 مليار، رقم فلكي. هذه الزكاة مصممة من قبل الله أن تلبي حاجة الفقير. فلذلك ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. يعني لي صديق مقيم بلبنان، وأحداث لبنان الشهيرة لما أحرقت بيروت بأكملها، في محل بساحة البرج، أول محل ببيع مواد غذائية، يوم أغلق المحل وبدأت الأحداث كان في عليه زكاة 40,000 دفعه. هذه القصة أنا رأيت المحل بعيني. بعد ما انتهت الأحداث المحل من الخارج كله دخان، تفتح المحل مثل ما سكره، ولا بليم خسر، حتى في بالصندوق 40,000 لآهون. يعني العجب العجاب، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. صاحب معمل كبير بالشام، معمل برادات، جايته باخرة مواد أولية للمعمل غرقت في البحر الأحمر، راحت بضاعته كلها، وهو يؤدي الزكاة ويمكن الضعف بيؤديها، ضعف الزكاة. بعد 10 سنوات أخرجوا الباخرة وبضاعته كلها معادي، باع بعشر أضعاف ثمنها. لا تصدق يتلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. هذه الزكاة ضمان من الله، لذلك الآية تقول خذ، ما قال يا أيها الذين آمنوا ادفعوا الزكاة، لا، هذه تتعلق بها مصلحة الأمة، مو على مزاج المؤمن دفع أو ما دفع، هذا الأصل. لذلك في بعض الروايات ادفعها لمن بايعت. الآن خذ من أموالهم، الأموال جاءت جمع، يعني اللي عنده مال ورقي في عليه زكاة، واللي عنده ذهب وفضة في عليه زكاة، واللي عنده أغنام في عليها زكاة، أبقار في عليها زكاة، عنده بضاعة في عليها زكاة، من أموالهم، من جميع أموالهم خذ من أموالهم صدقة. سميت الزكاة صدقة لأنها تؤكد صدق المؤمن. في نشاطات كثيرة ما بتكلفك شيء، تجي على صلاة الجمعة تلبس الجلابية البيضاء وتحط مسك وعطر مسبحة وكواز، تك 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 تجي وجاهة، أما الدفع ما في وجاهة، في دفع. هذا المال محبب، المال تحل به مليون مشكلة لك تدفع منه. فالزكاة تؤكد صدق المؤمن في طاعته لربه. إذا خذ من أموالهم، الزكاة ليست متعلقة بمزاج المؤمن الدافع دفع أو ما دفع، الزكاة متعلقة بمصلحة الأمة. لذلك أمر أولي الأمر أن يأخذوها، يعني إذا كان الإنسان أعجبه ذلك أو لم يعجبه، هذا أصل النظام. خذ من أموالهم، والخطاب موجه للنبي لا للنبي، موجه للنبي على أنه ولي الأمر لا على أنه نبي الله. يعني أي حاكم
هذا الشرع هكذا، خذ من أموالهم صدقة. سلام، ما فينا نحكي الكلام لأنه كان نار خود بتمناها ياخذ، ما بيدفع شيء بعدين للفقراء، الوضع اختلف الآن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهر من؟ قال تطهر الغني من الشح، تطهر الفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به. تطهر الغني من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عفواً، كيف عندنا مرض جسمي هو الورم الخبيث، مرض قاتل والله لا أبالغ، وفي عندنا مرض نفسي هو الشح، مرض قاتل. من هو أشقى الناس؟ الذي يعيش فقيراً من بخله ليموت غنياً، يعيش فقيراً ليموت غنياً. ورد بالأثر القدسي أن عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله عز وجل إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. يقول عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أنت حينما تؤدي زكاة مالك كأنك تثق أن الله عز وجل سيحفظ أولادك من بعدك. إذاً خذ يا ولي الأمر، الخطاب لأولي الأمر، من أموالهم، جمع من كل أنواع أموالهم. عروض التجارة يعني البضاعة، أي بضاعة في عليها زكاة. خذ من أموالهم صدقة. سميت الزكاة صدقة لأنها تكشف صدق المؤمن في دفع المال محبب. هذه الصدقة أو الزكاة تطهر الغني من الشح، والفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم. التزكية موضوع ثاني، الطهارة غير التزكية. هذا الإناء غير نظيف، أول عملية بتنظفه أي تطهرهم، ثم تملأه بشراب عصير فاكهة راقي جدا. في مرحلة التطهير والمرحلة الثانية التعطير. فالزكاة تطهر وتعطر، تطهر النفس من الشح عند الغني، والفقير من الحقد، والمال من تعلق حق الغير به، وتزكي نفس الغني، يعني وزع الأموال على أهل الحي، على أقرباء الفقراء، على من حوله من الفقراء، دعوا له، كانوا فرحانين، دخل البسمة على البيوت. حينما يرى أثر إنفاق المال يحس بسعادة كبيرة. هي تزكيهم، أنت مهم، أنت بمالك أدخلت الفرحة لمئة بيت، رسمت بسمة على أفواه الصغار. والله أذكر قصة يعني وقعت في الشام، بيت فيه كآبة كبيرة، دخل الأب قليل جداً، عنده سبع أولاد، يبدو تلقى زكاة ماله، هو الأب على العيد جاب حلويات، جاب فواكه، اشترى لأولاده ألبسة من زكاة مال الغني، جاره الغني. هذا البيت صار فيه مثل عرس بالعيد، الأولاد لبسوا جديد، أكلوا أكل طيب، أكلوا حلويات. فأنت ما بتعرف قيمة الزكاة إلا إذا أعطيت فقيراً زكاة مالك.
ورأيت هذا البيت بيت الفقير صار فيه عيد صار فيه. إذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكي نفس الغني فيرى عمله الطيب أمامه ويتأثر، تطهر وتزكي نفس الفقير يشعر بقيمته الفقير. المجتمع ما نسيني، المجتمع رحيم، المجتمع دفع لي من ماله. نفس الغني نمت زكت، نمت يعني الزكاة النمو، يعني تألقت بالتعبير المعاصر، ونفس الفقير تألقت. هلأ والمال، المال في قانون لزيادته وفي عناية إلهية لزيادته. القانون لما أنت تدفع زكاة مالك للفقراء صار بيد الفقراء مال، هذا المال قوة شرائية، شو بدي أسوي فيه؟ شو من عندك؟ أنت بيع ألبسة أخذه من عندك ألبسة. يعني أي واحد غني دفع مال زكاته حيرجع له مبيعات دون أن يشعر. فصار الفقير صار قوة شرائية أضيفت إلى دخل الغني. فهون الآية تنمي نفس الغني وتنمي نفس الفقير وتنمي المال بآلية قانونية، يعني بآلية طبيعية. صار في قوة شرائية مع الفقير، اشترى من عند الغني اللي بيبيع خضر وفواكه حلويات ألبسة بيشتراها. لا، في حالة ثانية، في قانون العناية الإلهية. يعني الله بيلهمك تشتري بضاعة بيكون سعرها بسيط جدا، تربح فيها بالمية عشرة، بالمية ثلاثمية أحيانا. فأنت لما دفعت زكاة مالك، هلا الله نمالك مالك بطريقة أخرى، غير طريقة إنه صار في قوة شرائية بيد الفقير، بطريقة ثانية إنه أنت بيلهمك على عمل مربح. أيام إنسان بيجتهد 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 بالتجارة، بيشتري صفقة ما بتنفع معه، بعدين بيوزعها صدقات، ما لها حل. بيقول لي تاجر أقمشة، بيقول لي أثناء خبرتي يعني شاف نوع من الأقمشة إنه هي ممكن يبيعها بعشر أضعاف، جميلة جدا ومطلوبة بالسوق. هيك تصور، اشتراها البضاعة، عرضها ما انباعت، عرضها ما انباعت، رابع سنة سواها متر متر لف فيها البضاعة المباعة، ما انباع منها ولا متر. فالأيام الإنسان ما بيعرف كيف رواج البضاعة. فالله عز وجل بالزكاة تطهرهم وتزكيهم، تزكي نفس الغني، تزكي نفس الفقير، تزكي المال نفسه، إما بطريقة آلية آلية علمية صار مع الفقير قوة شرائية، أو باستثناء بعناية إلهية. والله في أيام بذكر أنه جنب جامع الأموي في محل بسيط، المحل ببيع يعني قباقيب، تعرفون القباقيب من خشب. صالح صاحب المحل صالح بشكل عجيب، مستقيم، ماله حلال، ما عنده ولا مشكلة. إجا شخص قال له بتبيعني المحل؟ قال له والله ما بدي بيعه، أنا عايش منك يا أخي. قال له لا بيعني إياه. يعني أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، تا خلقه قام باعوا إياه. باعوا إياه بسبعمية ألف فروغه يعني. بعد سبعة أيام صدر قانون استملاك المحلات كلها من قبل الدولة، أعطوا صاحبه سبعة آلاف. أنت ماشي عمرك كله صح ومالك حلال، خلاه الله يبيع المحل بسبعمائة ألف. اللي اشتراه قال والله عطوه سبعة آلاف فقط مقابله. فإذا كان الله معك شغلة كبيرة كثير، خالق الأكوان معك. يعني أنا أقول لكم كلمة، أجمل ما في الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه. تشوف شيء لا يصدق، إكرام من الله، استثناءات، سميها كرامة، كرامة هي. أنا مؤمن بالكرامة لكني لا أرويها، أؤمن بها لكني لا أرويها.
لا أرويها ولا أنكرها، إن رويتها في مشكلة بالصيف. نعتمد على الكرامات نصير. ندع لو فرضنا يعني هيك بس للتقريب، أب أصيب بمرض عضال وعنده ابن بالتوجيهي وهي سنة حاسمة علق بجامعته، والابن من وفائه لوالده ترك الدراسة والتفت لوالده، خدمه شيء 7 أشهر بأعلى مستوى، بقي للامتحان شهر قعد بدأ يقرأ. يعني صعب أنه الله يلهمه يقرأ موضوع السؤال، الله بيعرف. أرى أكثر اللي أرى إجا منه أسئلة وقام نجح بتفوق. هالقصة تروى للطلاب، ما في تروية للطلاب، ما يدرسوا منه، بيخدم أبوه شوي حتى ما يدرس. فالكرامات لا تروى، أنا بمنهجي ما برويها أطلاقا، أنا أصدقها ولا أرويها حتى ما أعمل فوضى بالحياة. على كل الإخوان الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن النقطة الدقيقة والخطيرة، في المال حق سوى الزكاة، حق. نحن ظننا الزكاة كل شيء، لا مو كل شيء الزكاة. اسمعوا الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، على حبه، إما على حبه للمال يحبه وأنفقه، أو ابتغاء محبة الله بالمعنيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الحالة، آتى الزكاة فرض، أما الصدقة سنة. فالإنفاق نوعان، العلماء قالوا في المال حق سوى الزكاة، أي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذاً القاعدة: في المال حق سوى الزكاة. بدك تدفع زكاة مالك قطعاً، وبدك مثل إذا كان مثلاً مواطن في عليه ضريبة أداها، إذا أدى الضريبة ما بيجي كتاب شكر من الدولة أبداً. دولة عندها مدارس، عندها طرقات، عندها منشآت، عندها موظفين، فهي الزكاة الفريضة ضريبة. لكن إجا مواطن قدم أرض لوزارة التربية لإنشاء مدرسة، قدمها مجاناً، بيساوي له حفل تكريم لما بتتبرع بشيء للمصلحة العامة. أيام إنسان يقدم أرض للدولة لتقام عليها مؤسسة أو جامعة، وهذا شيء بسيط، يقام له حفل تكريم. فالضريبة شيء، الضريبة هي الزكاة، أما حفل التكريم للصدقة. الصدقة مفتوحة، والصدقة إنفاقها واسع جداً، ممكن نحن نعمر بناء بالصدقة، بناء. لكن بالزكاة ما في بناء، بالزكاة للفقير، يجب أن تنتهي الزكاة إلى فقير، إلى فم جائع. أما الصدقة أي مشروع بتريده ممكن يكون في زكاة، ممكن يكون في صدقة. لذلك في المال حق سوى الزكاة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا أول حقيقة في المال حق سوى الزكاة، في عنا زكاة وعنا صدقة. الصدقة مصارفها واسعة لا تحد بشيء. مثلا أنا بالشام أعرف فيك إنسان الله أنعم عليه بالمال، اشترى بيت بأحد أرقى أحياء دمشق، والبيت واسع، عملوا جمعية لتعليم الفقيرات الخياطة، فجاب شيء 20-30 ماكينة خياطة، وجاب خبيرات بالخياطة، والفقيرة تجي بتداوم 6 شهور تتعلم الخياطة وبيعطوها ماكينة وبيعطوها قماش، بتخيط وبتعطيهم بيوزعوهم على الفقيرات بالأعياد. فعواض ما يخلي الفقير يأخذ الصدقة هو خجلان، لا، جعله يدفع الصدقة. هلا حالكم كلمة بقى، أفضل زكاة تدفع إذا حولت قابض الزكاة إلى دافع الزكاة. أنا بذكر في أخ من إخوان فقراء جدا، يعني شو بدي ساعده كل شهر في مثل يعني مركبة صغيرة للنقل أرخص شيء حق 20,000، أخذت له واحدة، والله بعد سنة صار يدفع لي زكاة المال للفقراء، اشتغل عليها ربح، أنفق من أرباحه والزايد اعتبروا هذا عليه زكاة، دفع زكاة ماله. فهو البطولة أن تحول قابض الزكاة إلى دافع للزكاة، يعني أغنيته طوال عمره، أخذت له محل صغير ما كنت تتركه، ما تخليه شحاط طول حياته مد إيده، لا تخليه، علمه مصلحة، لا تطعمني سمكاً علمني كيف أصطاد السمك. هي الزكاة الراقية بتساوي خبرات عالية، هي إنه تخليه شحاد سيدي والله خلينا إياك وطولنا عمرك وما لنا غيرك. قال من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. لا تعلم الفقير يتم شحاد يترجاك يتسول ويكذب، أيام بصير معه كذب بيحكي هالقصة لهذا بيعطي، عاد لهذا أخذ. فأنا كنت عاني هالمشكلة إنه أنا عم بعطي الفقير تالي عم ياخذ من جهات عديدة الفقير، فصرنا نعمل طريقة إنه اللي عم يدفعوا زكاة ساووا مثل جمعية وأخذوا أسماء اللي عم يعطوه، هذا أخذ من عند هذا ليش ياخذ من عند الثاني؟ في فوضى، واحد عم يشحد هو غني. أحد إخواني الكرام بالشام يعني ساووا جمعية لمكافحة التسول، قبضوا على 1500 متسول، أقسم بالله الفقراء منهم بس 5 وبعضهم له بالبنك مليون، ما ربح الشغلة، ما دارس مال، أخذ زاوية بشارع بوقت معين بيعطوه. من 1500 قبضوا عليهم متسولين بس 5 فقراء، والبقية لهم بالبنوك أرصدة، يعني ما بتجيب بال حدا الشغلة، شو فقير أيام بجبصل إيده أيام بحط عصابة على عيونه هو ما في شيء إطلاقا. فيعني أصبحت مصلحة، قال له أنت غني شو عم تأخذ مال؟ قال له قضية مبدأ يعني المبدأ أنه يشحد، هذا مبدأه. فأنا ما بتمنى أنه واحد يعطي بسذاجة، إلي رأي شوي دقيق، لا تظن إذا أنت لحشت زكاتك لواحد كائنا من كان أديت الذي عليك، لا، يجب أن تؤدي هذا المال لمن يستحقه لمن يحتاجه. أما كثير ناس بده بس يطلع من المبلغ يروح شغل خلاص، آموا من رأتنا ما أنتم رأتك، يجب أن يصل هذا المال إلى المحتاج. من المحتاج؟ الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون فقرا، والأقربون نسبا، والأقربون إيمانا، 3 عوامل. يكون ما يأخذ المال
يشتري فيه دخان مثلاً. الأقربون إيماناً استقامةً، والأقربون نسباً إذا كان لك ابن عم أو ابن خال هذا أولى، والأقربون فقراً الأفقر، والأقرب نسباً والأقرب مالاً. والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، ممكن أن يوجد على ما هو عليه وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله مثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا معها احتياط كبير جداً. لذلك هذه الطاولة لا تفنى بسبب مع احتياط عالي جداً. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط بإضعاف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90 حتى الموت. كيف كان بال17 ممكن ما في مرض أبداً؟ بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العطب، أحياناً خسر بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العطب. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب، وكذلك الرزق. أحياناً تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذاً الرزق والصحة ليسا ثابتين، لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر. هو الرزاق، يرزق بغير حساب أو يقنن،
لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأن الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك، فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذاً لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابله هموم لا تحتمل، فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم، الكسول المهمل غير المتقن الإرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وإهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عندنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عندنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر فقر القدر صاحبه معذور. إذاً اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني للتقريب مستورد كبير حجمه المالي بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جداً. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا،
مراتب الدنيا لا معنى لها لأنها مؤقتة، وقد تعني العكس. لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في 8 آيات، وفي الآيات الثمانية المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص، متواضع، إنفاقه معتدل، ما في بذخ، ما في إسراف، ما في تبذير، سخي، كريم، هذا موضوع ثاني. هو المؤمن تحبه غنياً من تواضعه ومن كرمه ومن إنفاقه المعتدل، وتحبه فقيراً من تعففه ومن صبره ومن عزة نفسه، تحبه متعلماً من تألق فكره، وتحبه غير متعلم من بساطته وطيبه. فكلمة مؤمن لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. مراتب الدنيا لا تعني شيئا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن يا أيها الإخوة، بطولتنا جميعا أن يكون لنا في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. حظوظ الآخرة أبدية وتعني كل شيء، في الدنيا لا تعني شيئا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذا الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحيانا إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بيحب الله ورسوله، بيحب أهل العلم، بيحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو أعطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، يطلع هو متفوق جداً باستقامته. هذا الإنسان اللي متفوق بآخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم. لو كان بين الصحابة لكان منافقاً. فإنسان أيام يستسلم لله عز وجل حتى في الزمان. أنت مخير، لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنثى؟ مسير في جنسك، أحيانا تأتي بنت وأحيانا يأتي صبي. هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون؟ حسب رغبتك، ذكر لما أنثى. أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبوه وأمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير،
أنت طلقها. قال شو نطلقها؟ قلت له هي قدرت لك يا أخي، الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. طيب مين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جداً. نعم، مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس، مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع: خذ من أموالهم صدقة. أموال جاءت جمع، أموال جاءت جمع، يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد: في على العسل زكاة؟ قلت له نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر، بيدفع بيدفع، ما بيدفع قراد النحل جاهز. هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة، عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة. خذ من أموالهم، طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين، هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما يتصورها من البترول طبعاً، وفي دول فقيرة جداً، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة، هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم، جائد جمع. هلأ خذ من أموال، الأموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، وبالإسلام ما في ضريبة، في زكاة، الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذاً لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك. يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟ من أجل أنها تؤكد صدقك في محبتك لله عز وجل، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خذ من أموالهم صدقة. طيب ما حكمتها؟ قال تطهرهم، تطهرهم. الغني معرض لمرض خطير، كيف الجسم معرض لمرض السرطان؟ أخطر مرض، قاتل، مميت. الغني معرض لمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، يقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا،
والثياب من فرنسا والعطور من بلد كذا، فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ بيحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد والغنية من الشح والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع تلاقي مصادرات، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا، هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً، بتلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود يعني جمل فتي، لحمه طري جدا، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين خمس أشخاص بياكلوا واحد من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر، إنسان يأكل من الحاوية. فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلي لنا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما تنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه، فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب يزوج أولاده، كل ولد ببيت يكون ميسور، يزور أولاده تلاقي احترام منقطع النظير، ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعى له بهالشيء. فأنت لما تحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو، هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته كثير. في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال عبدي، أنفق أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده أنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع 10,000 20,000 30,000 يعني يدفعهم. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعهم. والله حدثني بالصحن ودمعت عينه، قال لي في عندي بضاعة كاذبة من 10 سنوات إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380,000. أنفق أنفق عليك
وكل إنسان محسن يعرف مئة قصة، مئتين قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو، يزكو، والمال يحصن، والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك ما لك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبداً. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله، أو ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. والحمد لله رب العالمين.